طيب هتنقل لا الحاجة مهمة جدا، أثارت ضجة يعني، دايما اسم سعاد حسني عشان مالي القلوب، فالموضوع أثار ضجة جدا كبيرة جدا مؤخرا، وهو جوازها من المنتج اللبناني شريف رفيق. مين بقى المنتج؟ مين ده؟ الغريب ان انا قريت ده شخصيه غريبه، ده اكيد شخصيه أيوة هو اتجوزها غريبه جدا. إيه؟ يعني ده لسه من شويه والله انا قلت اتاكد لانه عشان التصريح إيه على اسمي. في ايه؟ تصريح على لسانك بتقولي للناس في الموقع ده يا جماعه ايوه الراجل ده اتجوز سعاد حسني. ده طلعها لي انا اولا، ده في موقع البوابه نيوز. انا رافع القضيه دلوقتي على البوابه نيوز مش تبقى عارفين. طيب احنا لسنا طرفا في هذا التقاضي، ولكن ايوه انت طرف ليه؟ طرف حقك توضحي. لا انا اولا هقول لكم البدايه عملت ازاي. انا ما كنتش اعرف الموضوع خالص، كلمني حد من بوابه نيوز وانا ما كنتش اعرف ان هم اللي متولين الموضوع. بيسالوني ان في واحد بيقول كذا كذا كذا، وما قالوليش ان هم اللي متولين الموضوع وهم اللي عاملين حديث معاه. هم المعروف يعني، والمحرك طلعت من مهرجان الفجيره على ما انا ده بقى اكتشفته بعد كده. فخدوا مني الحديث، فقلت لهم مين ده؟ ده واحد معتوه ومجنون. اولا كان الاول راحت قايله لي ان هو بيقول ان هي جوزها في 59 وحسن المعيمت. قالت 59 دي كانت عندها 15 سنه يعني قاصر. وبعدين كانت ايامها على علاقه بعبد الحليم وبيحبوا بعض بدليل العاصمه، وان الموضوع ان هم اتجوزوا في سنه 60. هنرجع للموضوع ده دي واحده بس. بعدين جم غيروا الكلام قالوا ان هو في 69. طيب معي انت بقى لما لقى ردي الشخصيه الغريبه ده المعتوه، انا مش هتنازع عن كلمه معتوه، ان هو قال ان هو اتجوزها في 69. خلاص 69 كانت بتعمل فيلم ناديه، وكانت في فرنسا، وكانت على علاقه يعني خطوبه مع علي بدرخان، وهم اتجوزوا اول سنه 70 يناير 70. الاستاذ علي بدرخان وصفه بانه مدعي، يعني كان لفظ مهذب جدا غير معتوه طبعا. لا ده معتوه يعني معتوه، ده انا لازم اقول على المعتوه، لان هو لما رد عليا بيقول لها ايه؟ هي قالت لي ان جان جابت غير منها. انا هغير منها وانا عندي 9 سنين؟ طب ما انا مواليد 60. طب انا عندي 9 سنين هغير من سعاد حسني وهي هتقول لك بنفسها ان هي بتغير مني؟ ولا عندي 9 سنين عشان تعرف بس الكذب وصل لفين؟ ده ردك عشان انا قلت عليك معتوه، ده كان ردك؟ طب ما انا كان انت ما تعرفش هتولدت امتى؟ انا اتولدت في سنه 60 وطلع لكم البطاقه. فكان عندي 9 سنين. انا هغير بقى من اختي من 9 سنين؟ هغير من اختي اللي هي امي واللي مربياني واخرها عليا ازاي يعني؟ ده راجل بيقول كلام يعني غريب جدا. بس هو الغريب اكتر بقى انه ليه في الوقت ده بيظهر الشخصيه دي؟ ده بقى اللي انا مش عارفه. ما هو انت يعني برضو جوه الموضوع هل هو ده يعني بيوجه الناس لحاجه معينه؟ هيبان، اصل ما فيش حاجه ما بتبانش، كل حاجه بتيجي واخدها وقتها وبتبان. انا بس فاكيد ده هيبان سببه، اكدتي لانه ده تصريح واضح في المكان اللي قلنا عليه. فانا لما اكتشفت ان البوابه نيوز هي اللي قايمه بالدور ده وبتعمل له مقاطع فيديو وان الموضوع ماشي، فكلمت المحامي بتاعي ورحت له وقلت له هتبعت انذار للبوابه نيوز، اللي ما وقفتش هذه المهزله هيبقى في قضيه بيني وبينها. الشخص ده انا ما اعرفوش يعني.